يسافر المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى المملكة لأداء مناسك فريضة الحج التي تعد أكبر تجمع ديني في العالم، حيث يشكل حجاج بيت الله الحرام من خارج المملكة هذا العام نسبة بلغت 85% من إجمالي الحجاج. ينضم الآن معنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية بدولة تونس ورئيس بعثة حجاج تونس. دكتور إبراهيم، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج بسلام آمنين. ونقول لكم تقبل الله منا ومنكم الطاعات وعيدكم مبارك. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله عيد سعيد مبارك عليكم وعلى الأرض الطيبة هذه بقيادتها وشعبها القادم للحرمين الشريفين والقادم لضيوف الرحمن. إن شاء الله عيد مبارك سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم آمين. دكتور إبراهيم، في البداية طمنونا عن حجاج بعثة تونس. الحمد لله، حجاجنا في حدود 5000 حاج، 4972 حاج أدوا مناسكهم بيسر وسهولة ومرونة الحمد لله، وهم الآن في ميناء يواصلون الرمي، وهذا يعني تم بفضل التنسيق المحكم مع السلطات في المملكة التي كما عهدناها خدومة، كما عهدناها دائما تدي لنا أفضل الخدمات. الحمد لله الأمور مرت بسلام بيسر بطمأنينة، وجدنا الكثير من التسهيلات، هذا يعني يؤكد أن المملكة العربية السعودية قابينة وجديرة بقيادة هكذا تجمع ضخم يضم يعني ما يزيد عن مليون حاج. الحمد لله تمت الأمور كلها بطيبة ونجاح وبسلاسة، ويعني هذا دليل آخر ينضم ليؤكد أن الموسم هذا العام كان موسما متميزا بفضل الترتيبات والتحضيرات والإعداد المحكم لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم، وهذا يعني شرف من المولى عز وجل، أكرمكم الله فزادكم الله تكريما وتشريفا. جميل جدا. دكتور إبراهيم، كيف كانت الخدمات المقدمة للحجاج، وأيضا ما هي رسالتكم لحجاج بيت الله الحرام فيما تبقى من أيام ومن أعمال الحج؟ والله كما قلت لكم أن الخدمات كانت لائقة ورائقة وطيبة للغاية، يعني كانت محل إشادة، وهذا يعني لا نقوله من باب الإطراء والمدح، وإنما هي حقيقة وهي شهادة نسجلها. وحجاج تونس يعني كانوا خير سفراء لبلدهم، وكانوا يعني منضبطين وأدوا يعني مناسكهم بيسر وسهولة وبكل الظروف الطيبة التي تم توفيرها. هذه كلها كذلك يعني تؤكد مرة أخرى كما قلت لكم منذ البداية أن الموسم ناجح ممتاز، حتى هذه اللحظات لم ننقص ما من شأنه أن يعكر طقس الحديد الميامين. رسالتي إلى الجميع أن يحافظوا على نفس النطق حتى إتمام هذه المناسك الطيبة بإذن الله. شكرا لكم الدكتور إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية بدولة تونس ورئيس بعثة حجاج تونس، تقبل الله منكم ومن حجاج بيت الله الحرام، وشكرا لكم. بارك الله فيكم أخي العزيز، وكل سنة وأنتم بخير.